شركة عراقية أول شيء بدور للتجارة العامة وإنتاج وتوزيع مواد غذائية. تحتها عندنا اسم اللي هو حراير مسجل بالصناعة والمعادن. إحنا براند نختص بالشاي، براند عراقي مسجل يعني رسمي، والشاي مالتنا غير شكل. بلشنا قبل 3 سنين وكسر تقريبا، خلال عملي بالمطاعم وبالسوق وشي ما شفنا في نوعية تلبي رغبة أو طموح المواطن العراقي اللي هو متذوق جيد جدا للشاي. فاستوردنا شاي يلبي هذا الطموح، شاي عالي الجودة جدا، ونشرناه بالأسواق وفتحنا مراكز ببغداد الحمد لله والشكر. شوية شوية طبعا مو رأسا، أول شيء جادرية وبعدين باقي الأفرع اللي هي منصور وبزيونة وبالحارثية، والحمد لله والشكر الناس عرفت قيمة الشاي يمنا وبيوتها من نسوي شاي حراير. عندنا أول شيء منتج اللي هو الشاي الأسود، بعدين سوينا شاي كرك، وشاي كرك اللي هو شاي هندي انتقل من الهند للإمارات، ومن الإمارات صار وورلد وايد كل مكان. وعندنا التي باغ مالتنا همينه قطن 100% وشاي حقيقي، وهي الحقيقي مطحون داخل الكيس مو طعم. والحمد لله والشكر هسه موجودين احنا بكل الاسواق العراقيه، وان شاء الله يا ربي يعني وجودكم احنا ناتنا. عندنا هوايه شايات بس كلها طبيعيه، احنا نقدم الشاي بعد 3 أقوار يعني اكثر شيء سحب عليها، يجي وراها الكرك، عندنا الشاي تفاح، الشاي كرز، مثلا الكرز شاي كرز خليني اشرح لك فد نبذه صغيره عنه. الكرز هسه موسمه، نسحنه نطلع النوه نسحنه ونخليه ويا دارسين ونفوره وراها نصفي. كذلك اكو شغلات هي اصلا تراثيه قديمه نستعملها اللي هي شاي كجرات، شاي نوم بصله، شاي ليمون. لا احنا متذكرين اللي هو الليمون نفسه نقطعه ونعصره ويبقى يغلي تقريبا مده زينه بحيث المراره تروح ويصير كلش طيب. عندنا شاي رمان، شاي رمان الرسمي مالته كلش طيب اللي هو رمان حقيقي مجفف وروزميري وهيل دارسين وقرنفل بنسب معينه نفورها وبعدين نصفيه حتى يطلع بهالصوره ونقدمها للزبائن. الايتمات اللي اختاريناها كلها على مود ناكل ويا الشاي بالضبط اللي احنا متعودين نقعد العصر ناكلها او الصبح من شغلات خفايف او انه تلبي حاجتنا ويا الشاي فقط حرفا، لانه ما شغلنا الاساسي والمشتهرين به حقيقه اللي هو الشاي. احنا ما نشتري من البورصه اللي هي تنام مرات تنام بالبورصه، اكو بورصه بالهند والصين وسريلانكا، احنا من سريلانكا حصريا ونشرف على القطف النبات الاوراق النبات بعدين تصنيع بعدين عمليه تعبئه وراها عمليه ارسال. فكل 6 أشهر المحصول نقدر نشوفه بعيننا نرتاح نفسيا ونجدد اوراقنا ويا المعامل اللي تشتغلنا التعبئه والتغليف حسب المواصفات اللي نريدها، ونشرف على عمليه الفحص همينة. يعني عندهم لجان فحص عمليه التعبئه والتغليف والتصدير. الصعوبات لا والله الحمد لله والشكر كل الاطراف الحكوميه متفهمه ومتعاونه. صح اكو بعض الشغلات احنا كنا ما فاهمينها لان ماكو اشخاص متوظفه بالمكان الصحيح حتى تفهم اهل المصالح كيفيه عمل اجراءات روتينيه دوائر الحكومه، بس انت تتعالج شوي شوي خاصه هسه اذا نشوفها انه اكو ناس تجي تراجع هي تتابع ويانا عمليات التسجيل الفحوصات، لان احنا من نستورد صح احنا مفحوصه هناك بس ادخالها للعراق هم يتوجب لها فحوصات معينه، فاكو مشاكل نعاني بيها مثلا تتاخر الحاويه شهر بالميناء، انحلت هاي المشكله الحمد لله هسه انحلت على هاي الوضعيه دي الحمد لله.